شهر الكريم معروف بيمكن سفرته والعصاير بتاعته، والعرق السوس من اهم المشروبات اللي ارتبطت عند المصريين برمضان. لسه لحد دلوقتي في اقبال عليه، خاصه الناس اللي اتعودت انها تشربه على الفطار. في التقرير اللي جاي هنعرف ايه سر ارتباط العرق السوس بالشهر الكريم. العرق السوس يعتبر من أهم المشروبات الشعبية في شهر رمضان، وهو من الأعشاب المعمرة التي تتفرع جذورها الطويلة والمجعدة أفقياً، ويتميز بنكهته المميزة والقوية وطعمه الحلو. يستخدم جذر نبات عرق السوس في عدة مجالات، منها صناعة العصائر والحلويات، وأيضاً الاستخدامات الطبية، وذلك لما له من آثار إيجابية عديدة على صحة الإنسان. فالعرق السوس هو مشروب غني بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات، فضلاً عن تركيزه العالي بالمعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم. ويعتبر أحد أهم فوائد العرق السوس في رمضان ترطيب الجسم وتعويض الصائم عن السوائل المفقودة خلال النهار، ويمكن تناوله وقت الإفطار أو بعده. أما بداية ارتباطه بالشهر الكريم فجاء منذ العصر الفاطمي، حيث كان العرق السوس شراباً ملكياً حتى جاء الفاطميون إلى مصر، فأقبل عليه الناس ليصير مشروب العامة خاصة في شهر رمضان. ده العرق السوس دلك،